تترأس الدولة قمة الدورة 13 من المنتدى، والتي تعد الأولى التي يتم عقدها افتراضياً بتاريخ المنتدى منذ انطلاقه. ضم المنتدى 4 جلسات نقاشية رئيسية و6 اجتماعات طاولة مستديرة و9 جلسات عصف ذهني و13 فعالية جانبية نظمها الشباب والمجتمع المدني ورواد الأعمال، وفعالية جانبية لحوار أبوظبي، إضافة إلى الجلسات الافتتاحية والختامية. وفر المنتدى منصة تحاورية شكلت فرصة لاستعراض أفضل الممارسات في إدارة أسواق العمل والهجرة لأجل العمل. تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر مستجدات المنتدى.